اهلا وسهلا متابعي قناه الهام بيوتي شو وجمال وديكور. كنتمنى تكونوا بصحه جيده. الوصفه ديال اليوم هي خبز البرجر. كيف كتشوفوا تيجي القوام ديالو اللي رطب بزاف، كميه وفيره بعجين جد سهل ومكونات متوفره في كل منزل، اللي غادي تغنيك انك يعني تاخذيه من برا. فغادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا ملعقه كبيره ديال الخل، بيضة، ملعقة كبيرة ديال الزبدة تكون دايبة، غادي نحتاج لكاس ديال الحليب وكاس ونص ديال الماء يكون دافي، غنحتاج معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، معلقة صغيرة ديال الملح، وغنحتاج كذلك الدقيق اللي يكون من النوعية الممتازة. فما نعطيكمش القياس لأن على حسب القياس اللي غادي يجمع ليا العجينة. وهانتوما معايا حتى تشوفوا القوام ديالها كيفاش غيكون. خديت عجانه وغادي نضيف فيها المكونات كلهم من غير الدقيق، يعني كاسونس ديال الماء اللي خاصو يكون دافي، كاس ديال الحليب، الحليب يكون عادي يعني بلا ما تسخنوه بلا والو، معلقه كبيره ديال الخل، معلقه كبيره ديال الزبده تكون دايبه، وبيضه، وملعقه كبيره ديال خميره الخبز تكون حبيبات اولا الخميره المعجونه، ومعلقه صغيره ديال الملح. فغادي نخلط الكل جيدا. كما قلت لكم انا راه يعني كنعجن غير باليد ديالي، ولكن قلت نخدم العجانه لانني ما تنخدمهاش بزاف فكنخاف انها تخسر، لان سمعت ان يعني هاد لي غوبو اللي ما كيخدموش بزاف راه يعني تيخسروا، فالا خسرت غادي غير نضيع فيها. فقلت علاش لا، مره كنحاول نخدمها، انا غير تنعكز عليها نخدمها بصراحه، هي راه كتنفع. فانا كنقول زعما انني نخدم باليد ديالي بسهوله وصافي نحيد. كيف كتشوفوا من بعد ما خلطت المكونات مع بعضياتهم، دابا غادي نخلي العجينه خدامه وانا تنضيف الدقيق. اما الا كنتو غتخدموا بيديكم راه غادي تكبوا الدقيق وانتما كتخلطوا بيديكم وكتزيدوا الدقيق، يعني عادي بحال اللي كتعجنوا اي عجينه. كيف كتشوفوا هي كتعجن وانا كنضيف الدقيق حتى تجمع العجينه جيدا، القوام ديالها راه تيكون رطب. هانتوما غادي تشوفوا معايا القوام ديالها كيفاش تيكون، راه تيكون رطب بزاف. وصراحه راه كتجي هاد العجينه زوينه، الخبز ديال البرجر كيجي غزال غزال غزال، يعني احسن بكثير من اللي كيتباع في الزنقه، يعني بدون محسنات بلا حتى حاجه. كيف كتشوفوا ملي بدات كتجمع العجينه على هاد الشكل هذا، صافي يعني كملت الدقيق. من بعد ما دلكات مزيان دابا غادي نزولها من العجينه كيف ما كتشوفوا، غتلزقوا يديكم بالقليل من الماء باش ما تلتصقش ليكم وصافي. انا غادي نوريكم القوام ديالها كيفاش غادي يكون. فكما قلت لكم راه كتجي رطبه بزاف ولينه على هذا الشكل هذا، فيعني صافي دابا صبحت جاهزه، يعني ما غادي يدور لا دقيقه لا حتى حاجه. فغادي نخليها في نفس الاناء، غتجمعها غير بحال هكا وتخليوها في نفس الاناء وغتغطيوها ببلاستيك غذائي وغادي تخليوها ترتاح لمده ديال ساعه، عاد من بعد غادي ندوزو باش نكملو تتمه ديال التحضير. من بعد ما مرت ساعه كيف كتشوفوا الحجم ديالها راه ضاعف، ولكن راه كتكون رطبه بزاف بزاف. غادي نرش سطح العمل بالقليل من الدقيق وغادي نفزك يديا بالماء باش تجيني ساهل انني نزولها من الاناء اللي كانت فيه على هذا الشكل هذا. فما غادي نحيد منها لا هواء لا حتى حاجه، فقط غادي نزولها من المول وغادي نوضعها مباشره من فوق سطح العمل على هذا الشكل هذا، وغادي نجمعها غير باليد ديالي. هانتوما غادي تشوفوا على هذا الشكل هذا، فقط غير باش نحاول انني ما تبقاش تلتصق قليل من الدقيق، ومن بعد صافي غادي نبدا باش نطلقها. لانها كتكون خفيفه فدابا صافي يعني غادي نبدا باش نخدم بها، غنطلقها غير باليد ديالي والقليل فقط بالدلاك، ما تحتاجش لانها كتكون رطبه بزاف، واصلا السمك ديال العجين ما خاصوش يكون رقيق بزاف. انا درت الدلاك غير باش نحيد يعني لي تراس ديال الصبع وصافي، هي راه كتكون رطبه 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 بزاف على هذا الشكل هذا.
صافي. ومن بعد غادي نعاود نجمعها من الجوانب باش يكون يعني السمك ديالها غليظ، لان ما خاصش يكون رقيق بزاف باش ما يجيكمش رقاق بحال القرص بحال القرش زعما، فخاص يكون السمك ديالهم اللي غليظ بزاف. خديت الطاوة ووضعت فيها الورق ديال الطاي وصافي. يعني بالنسبه ليا هذاك الطابع غادي نطبع بطابع صغير على حسب القياس اللي بغيتيو نتوما، سواء صغير او لا كبير، على هذا الشكل هذا. تنطبع الدوائر ديالي كلهم، وانتم كتجمعوا في العجينه باش يكون السمك غليظ يعني ما تجيكمش رقيقه. فغادي نطبع العجينه ديالي كلها، والعجينه اللي كتبقى فتغي كتجمعوها وكتعاودوا تلقوها، راه ما تتوقع عليها حتى حاجه نهائيا. كيف كتشوفوا دابا غادي نبدا نزول في الدوائر، انا غنوريكم الشكل ديالهم كيفاش داير. ولا كيف كتشوفوا يعني باش كيعطيكم هذاك السمك اللي غليظ. غادي نوضعهم في الطاوه، نحاول كل ما بين عفوا ما بين دائره ودائره نخلي بيناتهم مسافه، لانهم مازالين غادي يختمروا باش ما يلتصقوش لكم مع بعضياتكم مع بعضياتهم. صافي، الا كانوا مازال كيلتصقوا لكم تحاولوا انكم غير تعاودوا تدوزوا عليهم بالقطعه على هذا الشكل هذا، لان كما قلت لكم العجينه رطبه فكتلتصق دغيا. يعني غادي نعاود ندوز عليهم كلهم بنفس الطريقه، غير فقط باش نحيدهم من الجوانب بهذا الشكل هذا. صافي، وغادي نوضعهم في طاوه حتى نكمل العجين كله. هانتوما معايا، ملي كملت الطابع ديال العجين كيف كتشوفوا خليت مسافه ما بين كل دائره، فغادي نخليهم يرتاحوا ونغطيهم لمده ديال 10 ديال الدقائق، وغادي نكمل التتمه ديال التحضير. من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق فكيف كتشوفوا راه اختمروا. دابا غادي ناخذ اصفر بيضه، غادي نضيف ليه القليل من الخل، وغادي ندهن الوجه ديالهم على هذا الشكل هذا. ما تهبطوش يعني الجوانب، فقط غير الفوق، غير الفوق ديال كل يعني قريصه بهذا الشكل هذا. تقدروا كذلك دهنوهم بالحليب، ولكن انا نقول لكم الفرق بيناتهم، يعني الا دهنتوهم باصفر بيضه فدغيا كيتحمروا كياخذوا داك اللون الذهبي، يعني كياخذوا وقتهم في طياب نيشان. اما الا دهنتوهم بالحليب فكيستغرقوا مده على اللي مدهونين باصفر بيضه، يعني كيبقاو يطيبوا حتى كيتحمروا من الوجه ديالهم. فملي كتخرجوهم من الفرن تيكون القوام ديالهم مختلف، يعني ديال البيض كيكونوا رطبين بزاف وديال الحليب تيكونوا شويه قاصحين. هذا هو الفرق اللي تيكون بيناتهم، ولكن راه يعني ملي كتعمروهم وتاكلوهم راه عادي، يعني ما تيكونش زعما قاصحين، يعني غير هما تيكون القوام ديالهم بيناتهم شي فرق. فانا حيت جربتهم بجوج قلت يعني نعطيكم استفسار باش نتوما تاخذوا فكره. من بعد ما كملتهم في الدهن زيتهم بزنجلان اللي هو السمسم، في هذه الاثناء الفرن راه ساخن، غادي ندخلهم يطيبوا المده ديال 25 دقيقه، وها انتم معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديالهم في الاخير. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات البرجر كيف ما كتشوفوا. من بعد ما خرجوا من الفرن كتخليهم حتى كيبردوا شويه، تقدروا تخدموا بهم. فهذوك هما اللي كانوا مدهونين بالحليب، والبقيه دهنتهم باصفر بيضه غير باش نوريكم الفرق بيناتهم لا في اللون ولا في القوام. كيف كتشوفوا راه تيجيو زوينين بزاف ورطبين، القوام ديالهم راه تيجي مرتفع وطيبين من جميع الجوانب، يعني كيعطيو كميه كبيره كيف ما كتشوفوا في الصوره. تقدروا تستعملوهم كذلك حتى من غير رمضان، يعني تستعملوهم كساندويتشات لوليداتكم في المدرسه. الا بقات لكم شي كميه توضعوها في بلاستيك غذائي وتحتفظوا بها في المجمد. فهذا هو الشكل ديالهم. مازال غادي نصاوب معكم الكفته اللي كتحضروا بها البرجر، الطريقه ديال 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 الكفته كيفاش كتصاوبوها، يعني ماشي بحال الكفته اللي كنخدموا بها عادي. وغادي نوريكم حتى الشكل ديالهم ملي كنعمروهم، فغادي نقص ما قدامكم باش تشوفوا الشكل ديالهم من الداخل كيفاش تيكون. عجينه اللي رائعه جدا، مكونات بسيطه متواجده في كل منزل. غادي تغنيكم انكم تبقاو تشريوه من المحلات التجاريه، ويعني شي حاجه اللي خدمينها في الدار وصحيه كيف ما كتشوفوا. فما بقى لي غير نقول لكم شكرا لكم بزاف، والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء والعائله، تخليوا لي التعليق ديالكم وتوصلوا لعدد كبير من اللايكات. بصحه وراحه فطوركم، وخليتكم في امان الله مع وصفه وفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.